الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة، ويطلع على موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية. الولايات المتحدة تنتقد انتهاك الهدنة المتواصل في السودان وتبدي استعدادها للاستمرار في دور الوساطة بين طرفي الأزمة. رئيس النواب اللبناني يشترط وجود مرشحين جديين للرئاسة للدعوة لجلسة جديدة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية، والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لا سيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية الشاملة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة. كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في توشكا والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد. واطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لا سيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يستأنف الحوار الوطني جلساته العامة بشأن المحاور الثلاثة السياسية والمجتمعية والاقتصادية الأسبوع القادم، على أن تبدأ جلسات الأسبوع الثالث للمحور السياسي الأحد المقبل الموافق 4 يونيو.
تتضمن جلسات المحور السياسي جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين المدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرج على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. أكد عضو هيئة تدريس كلية الشرطة راضي عبد المعطي على ضرورة مشاركة النخب في دراسة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للنهوض بقطاع التعليم. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. جلسة خاصة بمناقشة مشروع قانون وارد من مجلس الوزراء في إطار دعوة السيد رئيس الحوار الوطني وتأكيده على أهمية الاهتمام بتطوير التعليم وضرورة إيجاد كيان المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. المشروع معروض على جلسة اليوم بمشاركة نخب متميزة من المهتمين بالشأن التعليمي، مفكرين، خبراء أحزاب، لدراسة المقترح التشكيل الاختصاص. كل الهدف هو النهوض بالعملية التعليمية، الارتقاء بالعملية التعليمية، لأن التعليم أمن قومي. التعليم إذا صلح التعليم ده كله له مردود إيجابي على واقع الحياة المجتمعية في مصرنا الحبيب. أكدت عميدة كلية التربية الأسبق ومديرة مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم أمال ربيع كامل، أكدت على ضرورة زيادة عدد الخبراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. أنا شاركت ببعض المقترحات وبعض التعديلات، كانت معظم التعديلات كانت بتصب نحو زيادة عدد الخبراء في المجلس، لأن ويكونوا خبراء في مجال التعليم والتربية. الجزء الثاني خاص بالعنوان بتاع او المسمى بتاعة المجلس، يعني اقترحت ان يكون اسمه الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم بدل التعليم والتدريب. بعض المحاور المعظم اتكلم فيها، كان الحوار صراحة أكثر من رائع، الناس اختلفت واتفقت، لكن في النهاية كله بيعرض آراءه لتطوير وإصلاح التعليم في مصر. أكدت خارجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الأولى ريهام دياب على أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب مثمر. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. إن النهاردة أهمية اليوم تيجي من حرص القيادة السياسية على وضع التعليم على رأس الأولويات، لأنه مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى، إنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم، بيؤكد على أهمية طرحه الأول للحوار الوطني، بحيث أن أنا يعني أحصل على توافق جميع الآراء معي. زي ما احنا شايفين جوه الجلسة في اختلاف التوجهات، لكن كله عنده مصلحة واحدة
وهي الحرص على الخروج بافضل شكل للمشروع القانون بما يحقق المصلحه العامه. وجود يعني انا بعتبر ان وجود لاول مره مجلس وطني اعلى للتعليم والتدريب في مصر ده هيساعد بشكل كبير على رسم استراتيجيه واضحه للتعليم بشكل عام في مصر. احنا طول عمرنا بنعاني من فكره الجزر المنعزله او عندنا استراتيجيات مختلفه لجهات مختلفه، بس فكره التكامل والترابط ما بينهم اعتقد ان هي اللي النهارده جايين ناكد عليها، دي فكره جيده جدا، وانا يعني باثمن على فكره طرحه للحوار الوطني وفخوره ان انا بشارك النهارده في الحوار ده. كما أكد رئيس جامعة بنها الأسبق علي شمس الدين على ضرورة توفير التمويل اللازم للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش أحد الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. ده اقتراح في منتهى يعني مهم جدا، وأغلب المختصين بالتعليم بشكل عام كانوا يطالبوا بجهة مسؤولة عن تنظيم التعليم وتمويله، تنظيم والتمويل. الحاجة التانية بقى، المقترحات كانت دايما اللي موجودة قبل كده ممكن يبقى مجلس واحد يعني يهتم بالتعليم الجامعي والقبل الجامعي والفني وهكذا زي ما الصورة اللي جاية دلوقتي في مشروع القانون ده، أو يبقى عدة مجالس. لكن في العالم كله المتقدم في دايما جهاز مسؤول، مؤسسة أو جهاز مسؤول، مجلس عن التنظيم والتمويل. في تشكيله بقى هنا يعني ايه، في عدد من الفنيين، ده مجلس فني، مجلس علمي، مجلس مسؤول عن وضع سياسات استراتيجيات وسياسات ومتابعه تنفيذ للتعليم، التعليم العالي وتعليم قبل الجامعي وتعليم الفني. فلما يبقى في عدد كبير من الوزراء، مش عارف 12 13 وزير، طب لما واحد الوزراء مش فاضيين للموضوع ده قوي ومش فاضيين يناقشوا التفاصيل دي، زائد برضو ان هو مش مجلس يعني في ناس يعني ده شبه مجلس وزراء في الاخر بيأس رئيس مجلس وزراء، مثلا انتهى الى المجلس هيقعد على مجلس وزراء، وهو في اغلب دول العالم بيبقى قيادات مستقله، يقولوا عليها قيادات مستقله فنيه بحته، ما هوش مجلس سياسي، ده مجلس فني. فكنا بنفضل انه ممكن يبقى في برضو ممثلي للاجهزه التنفيذيه، لكن مش يبقى عدد كبير كده. فأنا ده كان رأيي. أكدت عضو مجلس النواب عبد الفتاح زهران على ضرورة توحيد سياسات التعليم والتدريب في جميع مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي والتعليم الفني. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. مشروع القانون في حد ذاته مشروع هائل جدا ومثمر، واحنا يمكن كنا بننادي به من سنوات سابقة. من ضمن الأهداف أو من أهم الأهداف والبنود المطروحة في المشروع هي تحديد سياسات التعليم والتدريب على كافة أنواعه بكافة المراحل لعمل تكامل ما بين التدريب والتعليم، وده طبعا بيفيدنا في ان احنا بنخرج، بيساعدنا في اخراج هذا التدريب والتعليم على متطلبات سوق العمل المحلي وايضا سوق العمل الدولي، بالاضافه كمان ان النهوض بالبحوث التعليمية، وده طبعا احنا محتاجين، او البحوث العلمية احنا محتاجينه في الوقت الراهن. وانا شايفة كمان ان من ضمن التشكيل القائمين على هذا المجلس 18 مؤسسة، ده رأيي ورأي اغلبية الحاضرين ان احنا محتاجين نضيف بعض من المؤسسات، ده هتضيف للمجلس الاعلى. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرفي الصراع في السودان بانتهاك التزامات وقف إطلاق النار. وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية أوسلو، حذر بلينكن من أن واشنطن تبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح وجهات نظرها في الأمر لدى طرفي الأزمة في السودان. كما وصف بلينكن الوضع في السودان بأنه هش جدا. But the current escalation hinders rather than helps the efforts to move in that direction.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان أن الولايات المتحدة والشركاء سيواصلون تحميل الأطراف في السودان المسؤولية عن العنف غير المبرر. وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده ستواصل فعل كل ما في وسعها لمنع طول أمد الصراع والمعاناة في السودان. كانت الولايات المتحدة أكدت أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة شرط أن تكون الأطراف جادة في مسألة الهدنة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة، وذلك لإيجاد حل تفاوضي عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها إنها جادة في التزام بوقف إطلاق النار. This is not generating alarm or a kind of vibration in the room. I would just say that the countries are. أصدر الجيش السوداني بيانا للتعليق على قراره تعليق المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة برعاية سعودية أمريكية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله أن سبب تعليق المحادثات هو عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة الحالية وعدم التزامها بمتطلبات اتفاقات الهدنة السابقة بشأن المساعدات الإنسانية والمرافق. كما أشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى عدم التزام قوات الدعم السريع بوقف التحركات العسكرية خلال فترة الهدنة وسط محاولات لتكثيف تواجدها في المناطق السكنية. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان بوقوع اشتباكات مسلحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مختلف أنحاء العاصمة التي تتكون من الخرطوم ومدينتها بحري وأم درمان. وقال السكان أنهم سمعوا دوي نيران مدفعية ثقيلة في شمال أم درمان، كما سمعوا إطلاق نار متقطعا في جنوب بحري. واستمرت الاشتباكات بالقرب من سوق في جنوب الخرطوم، حيث قتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب العشرات، وفق بيان للجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 100,000 لاجئ سوداني فروا إلى تشاد منذ اندلاع النزاع في السودان، وذلك قبل 6 أسابيع، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 500,000 لاجئ سوداني. ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة لدعم اللاجئين السودانيين، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200,000 آخرين قد يضطرون للفرار إلى تشاد في الأشهر الثلاثة القادمة. وذكرت الوكالة أنها تحتاج إلى نحو 215 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدات الضرورية لجميع اللاجئين والنازحين في تشاد، لافتة إلى أنه تم الحصول فقط على 16% من المبلغ المطلوب. هذا ويتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة والتي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السلوفينية تانجا فاغن أطر التعاون الثنائي بين البلدين
جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه شكري من الوزيرة السلوفينية، حيث تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة لسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة. وحرصت الوزيرة خلال الاتصال على التعرف على تقييم ورؤية مصر تجاه أهم التطورات على الساحتين العربية والإفريقية، لا سيما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية بالإضافة للأوضاع في ليبيا. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون مصادة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في حال تم الإعلان الجدي عن ترشيحين على الأقل للرئاسة، وشدد بري على ضرورة وجود مرشحين جديين للرئاسة للدعوة لجلسة انتخاب جديدة. كان مجلس النواب اللبناني قد عقد 11 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الفترة من 29 من شهر سبتمبر الماضي وحتى 18 من شهر يناير الماضي، وجميعها باءت بالفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم الدعوة لجلسات جديدة لحين التوصل لتوافق سياسي بين القوى السياسية. صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية على مشروعي قانونين يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس الفلسطينية، كما يهدف مشروع القانونين إلى تعميق ضلوع الشباك جهاز الأمن العام في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين وتسهيل فصل معلمين بادعاء مشاركتهم في أنشطة تناهض الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية. وطالب أعضاء كنيست من حزب الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس معينة بأن تكون متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وقد أيد هذا المشروع حوالي 45 عضوا في الكنيست وعارضه 25 آخرون. قام وزير الشؤون الإسلامية السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة دكتور عبد اللطيف آل الشيخ قام بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية المرافق بمنطقة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام. كما دشن وزير الشؤون الإسلامية السعودي مشاريع الصيانة والتشغيل لمساجد مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة وعدد من مرافق الوزارة الخدمية بمشعر منى بتكلفة تتجاوز 365 مليون ريال سعودي. استعداداته لله الحمد اكتملت 100% في المشاعر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وجميع المساجد هيئت بجميع ما تحتاج إليه من تكييف ومن إضاءة ومن فرش ومن مياه ومن تنقية الهواء وجميع الأعمال المناطة بوزارة الشؤون الإسلامية. الآن نستطيع نستقبل الحجاج في أي وقت كان وفي أحسن حالات الاستعداد، فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل التوجيهات والدعم الكبير الذي يدعم الوزارة بها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، والمتابعة المستمرة من قبل سيدي ولي العهد الذي يعمل ليل نهار منذ أشهر ويوجه ويتابع الأعمال التي تعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقادمين لأداء هذه الفريضة الكبرى الحج. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. زيلانسكي يطالب بضم كل دول الجوار الروسي للناتو والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة تزود كييف بأسلحة إضافية. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي بضم بلاده ومولدوفا التي تستضيف قمة المجموعة السياسية الأوروبية إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو. وقال زيلانسكي خلال لقاء المجموعة السياسية الأوروبية في شرق مولدوفا، قال إنه يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدودا مع روسيا والتي لا تريد أن تأخذ روسيا جزءا من أراضيها أن تكون أعضاء كامل العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي. وأضاف زيلانسكي بأن كييف تنتظر التكتل الدفاعي ليكون مستعدا لضمها.
and Ukraine is ready to be in NATO. We are waiting when NATO will. قال أمين عام حلف الشمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن جميع أعضاء الحلف يتفقون على أن أوكرانيا ستحصل على عضوية الحلف. وقبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو، أضاف ستولتنبرغ أن جميع الحلفاء يتفقون على أن موسكو ليس لها حق في الاعتراض على توسيع الحلف. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن على أوكرانيا أن تحصل على عضوية حلف الناتو، مشيرة إلى أهمية أن تفكر دول الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. يأتي ذلك فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن حلف الناتو لا يمكنه قبول عضوية دولة تخوض حربا. ندد الكرملين بما قال إنه صمت من المجتمع الدولي بعد تعرض منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية إلى هجوم مسلح حملت موسكو مسؤوليته لكييف. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المجتمع الدولي لم يقم بإدانة أوكرانيا ولو بكلمة واحدة رغم التسجيلات والمواد التي تصور الضربات على المباني العسكرية والسكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغيرها في مدينة بيلغورود، مؤكدا أن الهجوم لن يؤثر إطلاقا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نددت موسكو بقرار ألمانيا إغلاق 4 من القنصليات الروسية الخمس على أراضيها معتبرة ذلك خطوة استفزازية وتوعدت بالرد. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من روسيا. أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية لصالح القوات الأوكرانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حزمة المساعدات الأمنية تتضمن قدرات دفاع جوية كبيرة، بالإضافة إلى ذخيرة وأنظمة صاروخية ومدفعية عالية الحركة وأسلحة مضادة للدبابات وعشرات الملايين من طلقات ذخائر الأسلحة الصغيرة. But I think it only underscores why it is so important that we have regular open lines of communication, including, by the way, between our defense ministers. It's regrettable that... أعلنت وزارة التجديد والبنية التحتية الأوكرانية توقف اتفاق تصدير الحبوب مرة أخرى، وأرجعت السبب إلى منع روسيا تسجيل السفن المتجهة لجميع الموانئ الأوكرانية. وقالت الوزارة إن 50 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية، وأشارت إلى أن تلك السفن مستعدة لنقل 2.4 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى الخارج. وأضافت الوزارة الأوكرانية أن روسيا أغلقت ميناء بيفيدي الأكبر في أوديسا، رغم أنه ليس جزء من اتفاق تصدير الحبوب والذي توسطت فيه الأمم المتحدة. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمرير مجلس النواب مشروع قانون لتعليق سقف الدين، وهو ما سينقذ الولايات المتحدة من التخلف عن سداد التزاماتها. وقال بايدن إن اتفاق الميزانية هو حل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فلم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، ولكن هذه هي مسؤولية الحكم كما قال. ودعا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مشروع القانون الذي يعلق سقف الدين حتى الأول من يناير 2025. صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين الحكومي والبالغ 31.4 تريليون دولار. وصوت لصالح مشروع القانون 314 نائبا مقابل 117 صوتوا ضده. يتعين على مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانونا نافذا في غضون 5 أيام على الأكثر.
قالت أربعة مصادر في أوبك بلس إنه من المستبعد أن تزيد أوبك بلس تخفيضات الإمدادات في اجتماعها الوزاري الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل. ويكتسب الاجتماع الوزاري القادم لأوبك بلس أهمية كبرى في ظل جهود إحداث التوازن التوافقي في السوق العالمية من أجل الحفاظ على مستويات الطلب العالمي. تترقب أسواق النفط العالمية نتائج محادثات تحالف أوبك بلس في الرابع من يونيو، والتي تأتي في وقت يغلف المشهد الاقتصادي العالمي فيه حالة من الضبابية وعدم اليقين في ضوء معدلات التضخم المرتفعة وتشديد البنوك المركزية سياساتها النقدية مع رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم، وفي ظل شبح الركود الذي يهدد كثيراً من الاقتصادات حول العالم. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك بلس التي تضم المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا يومي السبت والأحد المقبلين في اجتماع النصف سنوي. وبينما تسعى أوبك بلس للمحافظة على استقرار العرض والطلب وتركز سياساتها في هذا السياق على آليات السوق، فإنها تضع نصب أعينها مجموعة من العوامل والمعطيات الرئيسية المسيطرة على السوق حالياً وما تعكسه من مؤشرات بخصوص العرض والطلب خلال العام الجاري، بدءاً من معدلات التضخم الواسعة ومروراً بشبح الركود الذي انزلق فيه بالفعل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي، ووصولاً إلى تباطؤ الطلب في الصين. ويرى خبراء الطاقة أن أسواق النفط عادة ما تتطلع إلى اجتماع أوبك بلس، ويكتسب الاجتماع القادم أهمية خاصة، مؤكدين أن أوبك بلس أثبتت على مدى سنوات قدرتها على التماسك وإيجاد الحلول والتوازن التوافقي في السوق العالمية، كما أن لدى المنظمة آليات للحفاظ على مستويات الطلب العالمي، وكذلك مراعاة أساسيات السوق الكلية على الرغم من المضاربات وبما يؤثر على الأسعار. وتوقع الخبراء الإبقاء على مستوى التخفيض الساري ومع التزام أوبك بلس بسياساتها التوافقية التي لا تمارس أي سياسات عدائية بخصوص آليات السوق ولا تستهدف سعرا محددا، إنما تعمل على المحافظة على استقرار العرض والطلب. قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستتابع عن كثب التقدم المحرز في محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض مزيد من العقوبات على الشركات الصينية، وستدافع وبقوة عن حقها في التجارة. تزايدت أهمية الصين بالنسبة للتجارة الأوروبية بعد تجاوزها للولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2020. بلغ حجم السلع المتداولة بين الجانبين 696 مليار يورو في عام 2021، لتمثل الصين 16% من إجمالي تجارة الكتلة الأوروبية في عام 2021. قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه كشف عن مؤامرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية باستخدام برمجيات خبيثة لم يسبق معرفتها لاختراق نقاط ضعف مصنعة خصيصا في هواتف أبل. وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن عدة آلاف من هواتف أبل مصابة بتلك البرمجيات الخبيثة، منها هواتف مشتركين داخل روسيا. وأضاف أن الاستهداف شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا، كما شمل دولا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق ودولا ضمن حلف الناتو حاليا، بالإضافة إلى الصين. قالت وزارة الخارجية الصينية إن على الولايات المتحدة وقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان تحت ستار التجارة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على أسئلة تتعلق بتايوان والولايات المتحدة بموجب اتفاق جديد إن الصين قدمت عدة احتجاجات إلى الولايات المتحدة بهذا الصدد، ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا في وقت لاحق اليوم، من شأنه أن يسهم في زيادة التجارة بين واشنطن وتايوان من خلال تنسيق الضوابط الجمركية والإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد بالنسبة إلى تايوان. هذا الاتفاق التجاري يعد الأكثر شمولاً والذي يوقع مع الولايات المتحدة منذ عام 1979.
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن أسفه لرفض نظيره الصيني لي تشانغ الاجتماع به، وحذر أوستن خلال زيارة إلى طوكيو من تداعيات عمليات الاعتراض التي نفذتها مقاتلات حربية صينية مؤخرا قرب طائرات عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي. قلق أمريكي بشأن وقوع حادث في وقت ما قد يخرج عن نطاق السيطرة، هذا التصريح الصادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد رفض نظيره الصيني لقاءه يصف المستوى الذي وصلت إليه طبيعة قنوات الاتصال بين البلدين. خلال توقفه في طوكيو في زيارة قصيرة في طريقه إلى سنغافورة، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أسفه لرفض نظيره الصيني لي شانغ فو الاجتماع به هذا الأسبوع، خاصة في ضوء مناورات قامت بها مؤخرا مقاتلات صينية في بحر الصين الجنوبي قرب طائرات عسكرية أمريكية تراها واشنطن استفزازية. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أهمية الدول التي تتمتع بقدرات كبيرة وضرورة أن تتحدث مع بعضها البعض حتى تتمكن من إدارة الأزمات ومنع الأمور من الخروج عن نطاق السيطرة بلا داع، محذرا من أن ذلك قد يقع. إعلان الرفض الصيني جاء من خلال البنتاغون، إذ أكد أن بكين رفضت دعوة أمريكية وجهت لها في مطلع مايو لعقد لقاء بين أوستن ولي شانغ فو على هامش قمة دفاعية في سنغافورة، معتبرا أن عدم وجود رغبة لدى جمهورية الصين الشعبية في الانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق، لكنه لن يضعف التزام وزارة الدفاع بالسعي لفتح خطوط التواصل مع الجيش الصيني. أما بكين فقد اكتفت بالقول على لسان متحدثة باسمها بأن الولايات المتحدة تعرف جليا سبب الصعوبات الموجودة حاليا في الاتصالات العسكرية. تشهد العاصمة الأردنية عمان مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وسط حضور شعبي ورسمي كبير. نشاهد مع حضرتكم جانبا من المراسم الملكية للزفاف. تستضيف سنغافورة غدا الجمعة وحتى 6 يونيو الجاري اجتماع حوار شانغريلا الذي يستقطب كبار مسؤولي الدفاع والضباط العسكريين والدبلوماسيين وصانع الأسلحة والمحللين الأمنيين من جميع أنحاء العالم. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع أكثر من 600 مندوب من 49 دولة. دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش سلطات كوسوفو إلى السحب من أسماء رؤساء البلديات المزعومين في شمال كوسوفو لنزع فتيل الأزمة. وفي حديث له لدى وصوله إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، قال فوتشيتش إن مثل هذه الخطوة ستكون أقوى خطوة يمكن أن تحل الأزمة. Serbs to protest calmly
and peacefully. من جانبها قالت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني إن صربيا بحاجة إلى وقف أنشطتها الهادفة إلى زعزعة استقرار كوسوفو من أجل إنهاء العنف شمال البلاد. وقالت عثماني على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا إن صربيا لا تزال بحاجة للتصالح مع ماضيها، وأن التهديد ينبع من إنكار صربيا لوجود كوسوفو كدولة ذات سيادة. Illegal structures that have turned into criminal gangs, which according to the US Treasury as well as the UK are transnational organized crime groups. These are extremely تنوع ثقافي فريد وموروث إنساني جدير بالاحتفاء به ترعاه مصر سنويا من خلال احتضانها لمهرجان الطبول الدولي. يعتبر المهرجان في نسخته العاشرة رسالة سلام توجهها مصر، تؤكد من خلالها للعالم مقدار الأمن والاستقرار الذي تنعم به ربوعها من خلال تعدد الأماكن التي تشارك في الفعاليات، كما تؤكد قيمتها للتراث والإنسانية وحضارتها التي تقوم على قبول الآخر. فجاء المهرجان نموذجا فريدا في إبهاره وروعته. بين جدران بيت السناري تستمر فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته العاشرة تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، وتستمر النسخة الحالية حتى الثاني من شهر يونيو المقبل. المهرجان طبعا بيهدف إلى التواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب، ويؤكد على مفهوم المحبة والتسامح والسلام من خلال شعار المهرجان حوار الطبول من أجل السلام. وده طبعا يعني مهم جدا بالذات في المتغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم. النهاردة الحقيقة لما نشوف الإقبال الجماهيري الكبير جدا في كافة المواقع، وأيضا في الافتتاح إقبال غير مسبوق، المهرجان أصبح له مكانة جماهيرية كبيرة جدا وإعلامية. فرق من كل القارات تشارك بموروثها الثقافي الفريد لتقدم مصر للإنسانية رسالة سلام بإقامة الفعاليات في عدد من الأماكن الثقافية المتنوعة. هو الاختلاف في السنة دي إن إحنا أول مرة نيجي بيت السناري. إحنا قبل كده رحنا مهرجان القلعة وكان حلو جدا الصراحة، وإننا نشوف هنا مكان جديد بفرق جديدة، نشوف الدنيا على إيه، ثقافات مختلفة ورقصات مختلفة وموسيقى مختلفة، فبتفرق معانا. بصراحة أنا بحضر مهرجان الطبول بقالي سنين، من في القلعة، في شارع المعز، في قبة الغوري. فبصراحة هو حلو إن السنة دي بقى متوسع أكتر، بقى عند مسرح الهناجر، في حديقة الطفل، ومصر الجديدة، وهنا كمان. فبصراحة ده شيء جميل إن يبقى متوسع. كل سنة بنشارك في مهرجان طبول، وطبعا مهرجان طبول هو مهرجان مهم جدا على مستوى العالم، مهرجان اللي فيه فرق كبيره جدا من دول العالم بتشارك فيه، وفي هدف رئيسي هو ان احنا نقدر نوصل رساله سلام الى العالم. ياتي المهرجان تحت رعايه وزاره الثقافه وبالتعاون مع وزاره السياحه والاثار ومؤسسه حوار لفنون ثقافات الشعوب، تاكيدا على اهميه ارتباط المواطنين بموروثهم الشعبي. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة شروق عماد. إليك شروق. أهلا بك محمد، أهلا بك أدا. إذا ننتقل مع حضراتكم من أخبار السياسة لأهم أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، أشار إلى أن عدد السائحين الدوليين قد تضاعف خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح المركز أنه وفقا للتقرير فإن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سجل أقوى أداء، يليها أوروبا حيث وصل عدد الوافدين إليها لنحو 90% من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعة بالطلب القوي داخل المنطقة، ثم إفريقيا والتي ساعدت نحو 88% من مستويات ما قبل الجائحة.
عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لبحث تعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشأن ترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما، وهما مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة أنوبك ومصنع إنتاج الميثانول بدمياط. ويهدف التنسيق بين الوزارتين لزيادة طاقة إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة. وأكمل الملا أن قطاع البترول يوري أهمية خاصة لرؤية في الحفاظ على الموارد المائية، والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركنا أساسيا فيها، لافتا إلى أن تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة توفير المياه. نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 2103 لعام 2023، والذي تضمن في مادته الأولى استبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد في اللوائح والقرارات. كما تضمن القرار تعديل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد. هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة. التقى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاكليم على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن. شهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية والتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر. وخلال اللقاء استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة الملاحية المقدمة للسفن العابرة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدا تتولى بموجبه تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسة الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة. ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم، تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل للتأسيس بأحدث أنواع الأثاث المكتبي الذي يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسة الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة. ده تكليف كان من القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع لتأسيس الحي الحكومي في العاصمة الإدارية اللي بيشمل جميع الوزارات والهيئات المختلفة. تم تنفيذه الحقيقة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع على مدى 3 مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. الآن العاصمة الإدارية الجديدة بها جميع الحي الحكومي بجميع الوزارات تم الانتهاء منها من تأسيسها تماما بحلول 15 يونيو الحالي. جميع الوزارات هتنتقل هناك، وانتقل فعلا جزء منها والباقي ينتقل تباعا. نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريرا سلط الضوء على الإجراءات الحكومية التي من شأنها تحسين بيئة العمل. وقالت المجلة في تقريرها إن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تعالج بعض الصعوبات الهيكلية التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة أول جهد منسق لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
تواصل الصوامع بمحافظة قنا استلام الأقماح مع انتظام أعمال توريد لاستقبال أكبر كمية من محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية. وصل عدد الشحنات المحملة بالغلال إلى صومعة المرجدة التي تبلغ السعة التخزينية لها 80,000 طن وسط اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوان لحين صرفه إلى المطاحن. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع وأولى جلساتها في شهر يونيو على مكاسب جمعية مدعومة بعمليات شراء على غالبية الأسهم في قطاعات السوق المختلفة ووسط عمليات إعادة لتكوين المراكز المالية المستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 1,140,217,000,000 جنيه بعد تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على صعود نسبته 21% مسجلا 17,533 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.22% منهيا التعاملات عند مستوى 3,289 نقطة فيما أنهى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 1.8% عند مستوى 4,927 نقطة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتعاشا هامشيا خلال التعاملات وسط التطورات الأخيرة بالولايات المتحدة بشأن موافقة مجلس النواب على تعزيز اتفاق سقف الدين إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل اعتماده المقرر يوم 5 يونيو. وكذلك تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.6% إلى 72.81 دولار للبرميل، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 68.1 دولار. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 24% لتصل إلى 2.25 دولار للتر. انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تزيد القدرة العالمية المضافة بمقدار الثلث هذا العام، إذ العقود السياسية الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النفطية. وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 جيجاوات وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق لتصل إلى 440 جيجاوات في 2023. وفي العام المقبل من المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 جيجاوات أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين. وعودة إلى التقرير الذي نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور بعد التحية، إذن هي نظرة إيجابية لإيكونوميست حول وضع مناخ الاستثمار في مصر، كيف ترى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتسهيل ودعم المستثمرين؟ مساء الخير يا فندم، تحية لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. بدون شك أن القرارات اللي تم إصدارها من خلال المجلس الأعلى للاستثمار في مصر في أولى مساءه اللي حصلت يوم 16 مايو في وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها هو تحسين بيئة الأسهم بشكل عام وأيضا تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في
الاستثمار، سواء كان استثمار في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو في القطاعات المختلفة أو حتى المجالات الجديدة من الاستثمار في الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة وما إلى ذلك. نعم. لو بصينا لبعض القرارات الخاصة بال 22 قرار أو كجزء منها، هنلاقي أن الهدف منها هو أولاً حل مشاكل المستثمرين، سواء كان هناك مشاكل تواجه المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي في كل القطاعات. أيضاً ما يتعلق بإزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مستلزمات إنتاج، بالإضافة إلى أيضاً مراعاة عدم خضوع المستثمرين الأجانب في مصر لرسوم تعسفية، وأيضاً ما يتعلق بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، تبسيط نظام تحويل الأرباح من الشركات سواء كانت الأجنبية التي تعمل في السوق المصرية باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة، أيضا ما يتعلق بسرعة بث المحاكم الاقتصادية في ما يتعلق بالمنازعات والقضايا، لأن دي نقطة مهمة جدا بتهم سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. أيضا هناك ما يتعلق ب جزئية المناخ العام للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي تيسر على المستثمر حتى في مجال تأسيس الشركات من خلال اختصار الوقت ووضع حد زمني أو فترة زمنية لتأسيس الشركات لا تتعدى 10 أيام، بالإضافة إذن دكتور هل سيكون لتلك الإجراءات أثرا على تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي في مصر؟ طبعا بدون شك، لأن حتى ما يتعلق بالرخصة الذهبية والإجراءات التي تم اختصارها من الحد من البيروقراطية، أيضا زي ما قلت الهدف منها تحسين بيئة الأعمال، أيضا في معالجة الصعوبات الهيكلية اللي بيواجهها القطاع الخاص في الاستثمار، أيضا تحفيز وزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار جنبا إلى جنب مع الدولة. وزي ما شفنا في وثيقة ملكية الدولة أن الدولة بدأت تتخارج من بعض الأنشطة ويعني تزيد من دور القطاع الخاص ومساهمته، بل وتدعم هذا القطاع وتيسر له كيفية المشاركة في زيادة الدخل القومي والإنتاج، وبالتالي الاستغناء عما يتم استيراده من واردات وتوفير العملة الصعبة التي يتم سددها للحصول على الواردات، بالإضافة إلى أيضا سياسة تشجيع الصادرات وتوطين الصناعة المصرية وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة الصادرات تؤدي إلى تحسن ميزان التجاري وأيضا توفير موارد من العملة الأجنبية. نعم، جزيل الشكر لك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة 6 وعودة من جديد إليكم محمد وادة. شكرا لك شروق. إلى هنا تنتهي نشرة 6، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة، ويطلع على موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية. الولايات المتحدة تنتقد انتهاك الهدنة المتواصل في السودان وتبدي استعدادها للاستمرار في دور الوساطة بين طرفي الأزمة. رئيس النواب اللبناني يشترط وجود مرشحين جديين للرئاسة للدعوة لجلسة جديدة للنواب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة 6 من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.